ياه يابا ياه يا ابوي يا ابوي يا مصر اما الواحد خلاص سمعناها انت هتغنيها تاني بحبها موت يابا بحبها موت مبسوط يا دي الوعي يابا مبسوط موت ما جبتنيش مصري من بدري ليه يابا كنت نايم يا دي الوعي لسه صاحي والله ياه يابا ماشي يابا طب بقول لك ايه يابا عايز ايه كان عندي طلب نفسي فيه اول منزل مصر نفسك في ايه يا حبيبي عايز اروح الهرم الهرم ايه انت طالع زي ابوك يلا طالع زي ابوك بتحب الاثار والتاريخ والحاجات الحلوه دي يابا انا عايز اروح شارع الهرم اشمعنى شارع الهرم؟ عايز اروح كباريه كباريه؟ ايوه يا يبقى انت طالع قليل الادب زي ابوك برضه ما تقولش لحد لم الدنيا ماشي يابا بقول لك ايه يابا ده شارع الهرم فيها شكات وبشكات ايه؟ بجد والله ايوه انت طب انا عايز اشوف الشكات والبشكات يابا ده انت لو شفتهم هتطول من الفرحه طب وديني يا ابني هيوديك بس تقعد بجدب حاضر بجدب ايوه بجدب ماشي ايوه يابا الصعيده بجدب نقعد بجدب ايوه يا حبيبي ماشي يابا طب معلش كان عندي سؤال يابا عايز ايه؟ يعني احنا يابا كان عندنا في البلد اراضي وعندنا عقارات ياما ايوه ايه اللي سيبنا البلد ونيجي نشتغل في القاهره؟ ياض يا عبيط انت خلاص الشغلانه دي ما عادتش صالحه لابوك امال هنشتغل ايه في القاهره يا معلم انت؟ ياض احنا جايين القاهره عشان نلعب في البيسبيس نلعب في البيزنس ايوه هنبقى مدربين قطط يابا ليه يابا كان ربنا كريمنا نيجي القاهره مخصوص عشان نقول بس 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 ايه يا اهبل انت امال ايه نلعب في البيزنس يعني يبقى معانا فلوس يعني تبقى بيزنس مان ايوه ماشي يابا يا جامد أيوة. طب يعني هنشتغل ايه عشان نبقى بيزنس مان انا افهمك أيوة. مش في ناس هنا في القاهره بيبقى عندها عماير كبيره ايوه هنبقى اصحاب عماير ونلعب في البيزنس لعب لا يا عبيد مش جوه العماير دي بيبقى في ناس صحاب شقق ايوه هنبقى اصحاب شقق ونولع الدنيا في القاهره لا يا اهبل مش الناس اللي عندها شقق دي بتكلم ناس يجوا يشطبوا الشقه ايوه هنبقى مجاولين ونلعب في البيزنس لعب يا لا يا متخلف المجاولين دول مش بيجيبوا ناس عشان يكسروا الحيطان ايوه هنكسر الحيطه وهنبقى اكبر كسرنجيه في القاهره يا كسرنجيه ايه مش الناس بقى بتكسر ممكن العماره توجع ايوه هنسندها وهنبقى المسندجيه بس الجيت يا لا مش العماره وهي بتوجع بيبقى في ناس قاعده على القهوه مالهاش دعوه باي حاجه ايوه اتفضل اترزق يا اقعد نبي يعني احنا كده في الشغل ايوه يا سلام سايبين بلدنا كل ده وجايين هنا نشتغل قاعدين على القهوه ايوه هلا العب براحتك وهيص يابا احنا قاعدين على القهوه مش قاعدين في مارينا ايوه ياه يابا بس متعبه موت شغلانه القاعد على القهوه دي طب ده بتجيب غضروف المفروض يامنوا علينا والله انت بتتريق يا دلوقتي ولا ايه؟ اوعى تتريق دي مصر كلها بتشتغل الشغلانه دي مصر كلها قاعده على القهوه والله قاعدين ودول قاعدين على القهوه؟ ايوه قاعدين مش لاقيين شغل فبيجوا عدي بقى بدل ما المباحث تخش علينا خلاص يابا خلاص يعني الدنيا كلها بتشتغل قاعدين على القهوه ايوه طب وده مدير على كده بقى يابا ده ربنا كرمه اخر كرم يعني من كتر القعده بقى مدير فنان يعني الله اكبر فوصل لاعلى المراتب يا رب ياه يابا ربنا يكرمنا يابا ونبقى زي الراجل ده يا رب يا حبيبي معلش يابا طب عندي طلب طالما احنا في الشغل عايز ايه عايز اشرب حاجه من عينيا يا حبيبي يا قهوجي ايوه جاي تعالى يا عم عايز في ايه؟ ده مات ده ولا ايه؟ في ايه؟ انت يا عم انت هتمطر ولا في ايه يا يالا؟ يمكن بتغرغر يابا بتغرغر ايه؟ في ايه يا عم انت فوق؟ قصي يحرقكم الله الحمد لله عالمي والله ده انت خدعتني انا شخصيا رحت جايبها من ورا كده ورحت باكلها في وشه هو ناقص اقعد ايه ده انت عامل ايه؟ الحمد لله تشربوا ايه؟ عايز انا واحد شاي وواحد اندومي لابني. طب الاندومي عارفينه، ايه الشاي ده بقى؟ معلش يابا شكله اول مرة يجي القاهرة. عايزين اتنين اندومي سكر بره بلوبيري.
بلو بيري. طب ما تقول بلو بيري من الصبح يا اسطي. يابا ايه بلو بيري ده؟ انا قريتها في كتاب. كتاب؟ ايوه يابا ما تخافش. اوعى يكون لحم خنزير. لا يابا عيب عليك يابا. بلو بيري فيها لحم خنزير عادي يعني؟ ما تخافش يابا. انا مش خاف يالا. انت من طب معلش يابا معلش عندي حنين. يعني ايه عندي حنين؟ يعني ايه عندي حنين يابا؟ والله ما جادل. يعني انت حامل؟ ايه يعني ايه عندي حنين يابا؟ لا عندي حنين يعني امي وحشتني. يا دمك انا مش قلت ما تجيب سيره الزفته دي؟ لا جت في ركبتك. معلش يابا انفعال عادي ايه المشكله؟ عدي فعلا. الله يخرب بيت اللي يمثل معاك تاني. انت لازم اللي يمثل معاك يجيله صليبي. ايه ده؟ ممكن انا بلعب معاه الجمعه. احترم نفسك وما تنساش ان انا ابوك. لو ناسي افكرك. خلينا محترمين. كويس ان انت فكرتني يا انا برضو كنت محتاج افتكر يعني. ايوه وسبحان الله انت ابويا ما ينفعش امد يد عليك. أيوة. هيقولوا علي قليل الادب. ايوه بس انا قليل الادب. والله ملعوبه ملعوبه ملعوبه. لا ما انا ممكن اسيب المسرحيه واعلمك الادب عادي. واني ممكن اعمل واحد قتل ابوه على المسرح عادي. لا 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 يبقى معاهدة سلام. معاهدة سلام. ايوه كده. لا مساس. لا مساس. نمثل مع بعض على بعد مترين. تمام؟ اقعد اقعد. معلش يا لؤي يا حبيبي يا ابني والله معلش والله كنت فاكرهم لاسجنة. على مؤاخذة في الكلمة ديك في صوت دي هتمثل كل المسرحيات؟ هيبدلوا عليها يعني يابا. ما تجننيش. قلنا معاهدة سلام. معاهدة سلام خلاص. ما تطلعش العفريت اللي جوايا. خلاص الصلح خير بدل ما جلعت ملط قدام الناس. خلاص. مش ممكن عايزين نكمل. خلاص انا ابوك احترمني. خلاص اعمل حساب ابنك اللي في البيت عشان يلاقي حد يربيه. ماشي يا حبيبي. ماشي. ماشي. يا ربنا. انت برضه بتعصبني يا لؤي برضه. يا بابا اعصبك ليه؟ عشان بفكرك بامي. ايوه ما تفكرنيش بيها. يا امي وحشتني موت حرام عليك. انا نفسي بس افهم حاجه. انت طلقتها ليه؟ طلقتها ليه؟ ايه؟ انا احكي لك انا طلقتها ليه. في يوم من الايام كنت مروح من الشغل وانا تعبان وفتحت لي البيت. يا سي عبد الدوام. عايز انام يا راجل. ريحتك نيتنا. انا انام بالنتاني. انا عارفه ان انت تعبان تعالى اجلعك. في ايه؟ في ايه؟ مش عايز اكل عايز انام. اساعدك عشان تاخد حمام. مش عايز حمام عايز انام. يا راجل فيه ايه؟ تعالى بقول لك النهارده الخميس ما تحس. لا 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 الحاجات دي في عيد تحرير سينا بس. ايه؟ انا اقول لك اهو النهارده عيد كارفور. انت عيد كارفور وانا اسبينس انا مال انا كده يا عبد الدواس؟ مين انام؟ ماشي نام. نامت عليك حياتي نام. سامحك. ايه دي يا عبد الدوار؟ ايه انا سامعه صوت حرامي. سيبيه يلعب عادي. يلعب؟ ايوه. افرض سرق السيخي. هجيب لك غيره. افرض سرق التلاجه. هجيب لك كل اللي تشربي منيه. طب افرض سرق التوستر. هنحط العيش تحتيك هيسخن عادي. ايه دي؟ ايه؟ طب افرض خطف مراتك. مراتي؟ ايوه مراتك. لا كل اللي مراتي بقى حرامي يجي يعلم عليا. يبقى ايه الحل؟ يبقى ابني طالق. ولو سرقت عادي. وهو ده اللي حصل. هي دي حكايتك يابا؟ ايوه. طب وانت بتحكيها كده ليه؟ يابا
سبتني ومشيتي ليه يا اما؟ بتكلم مين يا ده انت اهبل؟ بكلم امي وحشتني. امك ايه ده الفلاش باك بتاعي؟ يعني ايه ما ينفعش اشوفه؟ يعني دي ذكريات انا اللي اشوفها بس. يعني ماشي يابا خلاص انا ما شفتهاش. ايوه كده ما خدتش بالي منها. أيوة. بس اقول لك على حاجه يابا. عايز ايه؟ كويس انك طلقتها. اه والله دي كانت ست هم. ايه ده؟ ياه. طب معلش يابا معلش يعني في الكلمه عندي سؤال. يخرب بيت اسئلتك. عايز ايه يابا؟ اول مره اجي القاهره استحملني. عايز ايه؟ معلش السؤال بيقول ايوه امي يعني شكلها استغفر الله العظيم زي ما انت شفت. ايوه وانت ايوه شكلك اللهم لا اعتراض. أيوة. زي ما الناس شايفين. ايوه واني شكلي زي ما انت شايف. ايه شكلك ايه يا والي؟ شكل كريستيانو رونالدو. انت شكل كريستيانو رونالدو؟ ايوه. فلماني شكل كريستيانو رونالدو ابويا يبقى مين؟ ابوك يبقى ابو هشيم يا والد. الواحد من كتر الحسد عليه ابتدى يجيله هو امراض. ماشي. بقول لك ايه يابا معلش. طب نفسي في حاجه. عايز ايه؟ عايز افك ميه. ايه؟ افك ميه. طب اسكت تعالى. ايه؟ في كوبري هناك اخليك تفك تحتيه ما تقولش لحد. ماشي يابا. ما انا شفتك قاعد تحتيه عامل كده. ورق ورق دي فرخه كانت بتبيض. انا يا فتاح عليم يا رزاق كريم. يا فتاح عليم يا رزاق كريم. بس بقى يا جبلات بقى. بس بقى ناوي. بس يا ريت الامور الجايه دي. انت يا جدع في حد بقى مستر تحتيك. هو انت ايه اللي سكنك تحت؟ واحد ما يعرفش ينام في القهوه دي. اوعى يا عم. نعم امرني. واضح من صوتك كده ان انت القهوجي. ايه ده عرفت ازاي؟ صح. واضح كمان ان انت شاب في العشرينات. ده انت نظرك ست على صفر. واضح كمان ان انت ابيضاني وشعرك سايح. لا هو شعري شايد بصراحه. اخلص. عايز تشرب ايه؟ هات لي شاي. حاضر. او نسكافيه. شاي ولا نسكافيه؟ شاي. كم معلقه سكر؟ 2. حاضر. او 7. حاضر هجيب لك او ما اجيب لكش. تعال يابا تعال. حرام عليك حرام عليك يابا. تعال يابا. لا يابا مش جنب الحيط. تعال. اما جنب ايه يا ولدي؟ يعني انت جايبنا من الصعيد ماشي؟ ايه رايك في الفكره دي يا ولدي؟ فكره فكره صايع ما يعملهاش اي حد. دي ايه دي؟ ايه يعني ايه؟ 900 كيلو ماشي ليه؟ المشي رياضه يا المشي ولدي. غباوه مش رياضه. ما كنا ركبنا عربيه وجينا زي ما خليك ربنا كلاتهم يعني. طب والدهون نحرقها ازاي يا ولدي؟ وليه نحرق دهون؟ ما نحرق بنزين ونيجي بدل حرقه الدم دي. والدهون يا ولدي دهون ايه يابا؟ انت شبه الماستر واقف قدامي اهو. دهون ايه يعني؟ انا دهون جوه قلبي يا ولد. انا قلبي مدهون دهون. ما تبكناش. الله يرضى عليك يا ابوي. ما تبكناش. طب مش هنقعد ولا هنفضل واقفين؟ انا بتخرج من الوقفه. يعني انت بتتعب من الوقفه وما بتتعبش من المشي؟ انا امشي بلاد يا ولد. ما اقفش ثانيه. افضل ماشي ما اتعبش. اقف اتمرد. طب اقعد يابا اقعد. تعال نقعد على القهوه دي. اقعد يابا اقعد اقعد. ريحها ريحها يابا. ايه اللي ريحها؟ ريح ايه؟ رجلك يابا. لا انا عايز افهم. ايه ريح ايه؟ ريح رجلي. تحرمي من نفسك يا ولد. الطريق طويل على رجلك. ريحها. فيها ايه يا جدع؟ مالكش طالع. ماشي. اللي بقول لك ايه يابا؟ انا اقول لك على حاجه يا ولدي. قول لي. انا ليه بمشي كتير؟ قول لي ليه. عشان ربنا يرزقني كتير. يقول لك ايه؟ كل ما تمشي كتير كل ما ربنا يرزقك كتير. خدوا الحكمه من افواه السفهاء. وانت سفيه يابا الحقيقه. انا كان عارضين عليا ابقى سفيه مصر في السعوديه بس انا
حبيتهاش. ابقى سفيه النوايا الحسنه ان شاء الله. انا ومنى زكي باذن الله. ان شاء الله يا ان شاء الله. طب انا عايز اقول لك حاجه يعني. ايه؟ انا امي وحشتني قوي. ده احنا بقالنا 4 شهور في الطريق يعني مش كتير يعني. ما 4 شهور دول مش قليله يعني. 4 شهور امي وحشتني. ابعت لها جواب يلا قول لها وحشتني. ايوه صح يابا فكره حلوه. انا معايا ورقه وقلم هكتب بقى جواب اقول لها يما يا واحد. اكتب ايه؟ اقول لي ايه؟ اقول لك انا إيه؟ قول لي قول لي يابا. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايله همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت عنها كلام كتير مش جديده. لما جيت اكتب عن امي عجزه قدام القصيده. شايله سري بيني وبينها حبل سري، انقطع يوم الولادة وانوصل حبل الوداد، حب ما يعرفش عادة حبها أصلا عبادة. ومن ايديا تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة، كنت أزعل كنت أبكي كانت تجيب لي شوكولاتة. كبرت فجأة. لا لا كبرت فجأة. لقيتني بزهق من كلامها. ايوه على العيال اللي مصاحبهم على السجاير. خش ذاكر. ايوه ساعتها ما كنتش بغاوي، كنت فاضي للغناوي. ايوه كنت اسيبها قاعده وانزل اترمي في حضن القهاوي. هات لي شاي. ايوه هات لي نار على فحم شيشه. امي دي فاكراني طيشه. لا لا انا راجل. ايوه شايفه شنبي. شايفه دجني. ايوه واما جه الحزن دجني والزمن خد مني خانه. الدواء اللي عند امي ما لقيتوش بالاغزال. كتبت يا ولد؟ ايه بابا كتبت. وريني. ايه ايه دي الورقه يا ابني؟ فاضيه ما فيهاش ولا كلمه. ما انا كنت ملح. نعمل كل حاجه يعني. بقول لك اكتب نوته، اكتب جواب. ايوه يابا خلاص. نبعت اللحن ده لامي وهي تجيبه من على اليوتيوب وتبقى تفهم الكلام. طب احنا مش هنشرب حاجه على القهوه دي ولا ايه؟ هنشرب. اطلب لك ايه؟ اطلب لنا اي حاجه على ذوقك. طب انا هشرب استروبوري. ايش طموجري ده يا ولد؟ استروبري. ايش تموجري؟ استروبري دي يعني ليمون بالنعناع. طيب اطلب لنا اتنين. افهم بقى ما تحرجناش. يا بلدينا. برافو يا بلدينا. برافو يا بلدينا. برافو. ايه برافو يا بلدينا؟ تسقف له ليه؟ امال احنا بنسقف ليه؟ ايه بنسقف له عشان يجي. عشان يجي؟ ايوه. ما نجحش يعني؟ ما نجحش. جاب درجات عاليه في ولا عمال احنا بنسقف ليه؟ بنسقف للراجل عشان يجي. عشان يجي نقول له كده اهو. انما كده اهو دي يبقى ثانويه عامه دي. لا هو ابن اختك انت مالك وماله جاب درجه. انت سقفت خليتني مشيت وراك في ما الطريق. ما تمشيش ورايا. بقول لك ايه يا بلدينا؟ عايزين نشرب حاجه يعني. تشربوا ايه؟ قول له عايزين واحد اشتموجري. ايه؟ نعم؟ اشتموجري. اشتبوحري. انت لسانك مدوحس؟ لا انت شكلك انت مش فاهمني. طب معلش انت اول مره تشتغل في الشغلانه دي ولا ايه؟ لحظه واحده بس اشوف زميلك يمكن افهم منه. انت تشرب ايه؟ استروبري. ده نفس المرض. ايه استروبري؟ طب استروبري انت. انت تشرب ايه؟ استموحري. استموحري. عايز حاجه افهمها اجيبها لكم يا عم. وقول له حاجة يفهمها يا عم. ده شكله مش فاهم. خلاص احنا نطلب حاجة ناكلها. عندك مولتون كيك؟ لا ما عنديش. انت أول مرة تشتغل هنا ولا إيه؟ يا عم أنا مولتون كيك في إيه؟ اللي هو إيه مولتون كيك؟ اللي هو إيه؟ كباب. بص يا باشا في وتر بالون. احنا دي قهوة. قهوة. قهوة وشاي واللازي منه. أيوة. طب هات لنا اتنين واللازي منه. بس السكر بره عشان احنا ما بنحبش السكر يبقى جوه. طب انا هخش المسرح ده اشوف الممثلين اللي فيه عايزين ايه واجي لكم على طول. بقول لك ايه؟ هات لي شاي. حاضر. هات لي نار على فحم شيشة. امي دي فاكراني طيشة. لا. راجل. حاضر. انت شنبي. ايوه. دي جميلة والله. لا والله
اشوف الناس بس واجي لكم على طول. قولوا ها قولوا ها. خش يا عم المره مش هنشرب سجاره. خد يا عايز تعفر انت يا خد سجاره. ايه يا ولاعه من خد دي ولا ايه؟ مش ولاعه ولا ايش ولاعه والله. استنى نجيب من الراجل له ولاعه. استنى نايم ده صحيح يا بلدينا. بلدينا ايوه. سما سما عليكم يا عم الناس. بقول لك ايه، معكش ولاعه؟ معايا. طب هاتها والنبي ولع بيها. او مش معايا. ايوه معاك ولا ما معكش؟ مش معايا. سيبك من الولاعه. انت اسمك ايه يا بلدين؟ محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد عاشت الاسامي. او احمد. شغلانه محمد ولا احمد؟ محمد احمد. يا عم انت بتخيرني، ما تقول اسمك ايه. محمد احمد. ايه ما اثبت على محمد احمد. اثبت محمد. ان شاء الله يبقى اسمك محسن عبد الصمد بس اثبت. محمد محمد احمد اخر كلام. محمد احمد كريم. يا عم كريم مين؟ او عفيف كريم. اثبت على حاجه. اثبت على حاجه. كريم عفيف. ماشي حلو. او عفيف كريم. حلو يا سيدي. اثبت على اللي انت قلته ده. هو انت جديد هنا يا بلدينا؟ ايوه انا اول يوم ليا انا وابويا جايين نشتغل هنا في مصر. حلو الشغل مش عيب. جميل. أيوة. الشغل جايين نشتغل. ايوه حلو الشغل مش عيب. او ما نشتغلش. ايه وانت هتضايقني واسكت لك في ايه يا عم؟ يا راجل غريب عمال اقول له معاك ولاعه يقول لي معايا ولاعه او معيشي. واسمك محمد او احمد عمال يقول حاجات غريبه. حمار كنت تقول له معاك ولاعه او كبريت. نصيح انت ايه ورا احنا ايه واحنا مش هنعرف نسلك في القاهره ولا ايه؟ لا هنسلك يا نصيح هنسلك. بقول لك يا بلدينا ايه، ما تجيب حاجه لله. حاجه انت عايز ايه؟ فلوس. حاجه لله. عايز فلوس؟ يا ريت. فلوس منينا؟ يا ريت. انت عارف الشارع اللي على نصيته بتاع الجرايد ده؟ اللي هناك. في بعديه شارع. سيبه. ماشي. بعديه شارع. ماشي. خش فيه. حلو. هتلاقي عماره. حلو. سيبها. ماشي. هتلاقي بعديها عماره. حلو. سيبها. ماشي. هتلاقي بعديها عمار. حلو. خش فيها. حلو قوي. الدور الاولاني. ايوه. سيبه. ماشي. الدور الثاني. حلو. سيبه. ماشي. الدور الثالث. ايوه. خش فيه. حلو قوي. هتلاقي شقة على اليمين قوي. ايوه. سيبها. هتلاقي بعديها شقة. ماشي. سيبها. حلو. الشقة الثالثة. ايوه. خش فيها. حلو. هتلاقي اوضة. ايوه. سيبها. هتلاقي بعديها اوضة. ماشي. سيبها. حلو. الاوضة الثالثة. ايوه. خش فيها. دخلنا. هتلاقي دولاب. حلو قوي. سيبه. هتلاقي بعديه دولاب. ماشي. سيبه. ماشي. الدولاب التالت. ايوه. خش فيه. حلو قوي. هتلاقي صندوق. حلو. افتح الصندوق. حلو. هتلاقي مصحف. حلو. وحياة المصحف دي ما معانا ولا مليون. الراجل فتح من الصدمة يا عيني. انت وصفت له مشوار ب 300 جنيه رايح و 300 جنيه جاي، يعني بتاع اسبوع كده يقعد يشحت. جدع يابا والله لبتها له عشان يحرم. صح. يقول لك عايش شحات اكرم لي من من الصداع. صح يابا. صح والله. ياخد مننا فلوس احنا لاقين نولع السيجاره. معلش نشمها. معلش معلش هاتها يابا. هاتها هتنفع. هاتها انا افضي التفل. تفلي ايه؟ جوال. ماشي يابا. طب بقول لك ايه يابا، عايز اكلمك في موضوع يعني. قول لي يا ولدي. انا امي وحشتني الصراحه. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شيء. اسمع بس مني، ما وحشتنيش. انا بتدلع عليهم يا ما ما وحشتنيش لدرجه القصيده يعني. وحشاني حبه صغيرين. ما عايز ايه؟ عايز اعرف طلقتها ليه اصلا. عايز تعرف طلقتها ليه يا ولدي؟ ايوه. انا هقول لك طلقتها ليه. اللحاف اللي جاي داخل على ما تجيبني اتغطى. ايه ده فيها ايه يا راجل اتلم؟ ايه عشان ليه دخلتنا تعمل كده؟ النهارده ليله دخلتنا. طب يلا خش خد حمام عقبال ما اطلب اكل. عايزينها تبقى خضرة الارض اللي في الصحراء. عايزينها تبقى خضرة. يا سلام. الو عايزه 2 كيلو كوارع بسرعه. ماشي سلام. مين؟ بتاع الكوارع يا خالد. يا واطية. ايه ده؟ ايه؟ كم فرخة ماتت عشان انت تقسمها؟ حرام عليكي. في ناس مبسوطة كاكو بتنام تقتليها عشان تمثلي يا واطية. واطية؟ طب النهاردة ليه
دخلتي واعمل اللي انا عايزاه. يعني ايه ليله دخلتي؟ يعني ليله دخلتي يا عبد الدوار. وانا عشان طلقتك تتجوزي تاني؟ ايوه. يعني ايوه؟ عشان تعرف تنام براحتك. لا بقول لك ايه يا بهاني، انا لازم ارجع لك. بهاني مفيش الكلام ده يا عبد الدوار، امشي يلا من هنا. معلش ارجعي لي. يلا دوزي جاي دلوقتي. مين؟ دوزي. دوزي؟ ايوه. وكمان بتشربي مخدرات؟ ايه دوزي دي؟ يخرب بيتك. امشي بقول لك عشان دوزي. عايزنا تبقى حاضرة الأرض مش في السهرة. ايه يا ابني ايه؟ ولي 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 مراتك بتخونك. هو يا الاخر عايزينها تبقى حاضرة الأرض اللي في السهرة. يا عم انت فوق بقول لك مراتك بتخونك. مالكش دعوة. ايه ده؟ عايزينها تبقى حاضرة الأرض اللي في السهرة. انت يا وزير الزراعة انت بقول لك مراتك بتخونك. شايف الكرسي دي؟ اه ماله؟ اقعد اتفرج. هتفرج؟ الدلع كله. عايزنا تبقى خاضر. انت يا عم مراتك بتخونك معايا. معاك انت؟ ايوه. خنيني مع واحد اهطل. هي مشكلتك ان اهطل؟ يعني لو دكتور سنان هي هتتعصب؟ مش مصدق ان انت بتخونك. مش مصدق يعني؟ ايوه. مش مصدق يعني ايه؟ مش مصدق يعني ايه؟ اثبت لي. اثبت لك ايه؟ ايوه اثبت له. ايش عرفني ان انت هتبلك كيك يا بنت؟ ايش عرفني ان انت بتخوني؟ ايش عرفني؟ ها؟ ما انا معايا اهو في الاوضه النوم. لا اثبت لي يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي. ايوه يا عم انت بتترجصي قدام راجل غريب؟ يا راجل هو ده اللي اتحمدتي عليه؟ تترجصي لي يا فاشلة. فاشلة؟ فاشلة ايه؟ فاشلة ايه في تالتة اعدادي؟ انت عبيط يا عم. يا صايعة. ايه يا عثمان مفيش الكلام ده. عثمان حاف انت طالب. ايه انا استنى استنى. معلش الشمس بوجع في الفلاش باك. معلش الفراولة بتاع الفراولة جرب اشتري. شفت عرفت انا طلقتها ليه يا ولدي؟ ايوه عرفت يابا عرفت عرفت كل حاجة. بس انا يعني عندي سؤالك ده يعني ولا مؤاخذة يعني. إيه انت طلقت امي ليلة الدخلة، انا جيت منين؟ معلش يعني لان شكلي بقى عرة قدام الناس اللي قاعدة بيتها. وليه ما قلتش انت جيت منين في انت ما قلتش حاجة. قلت عايزينها تبقى خضرة وما استنتش لما تستوي. لا ده المؤلف سهى عليه الحتة. ايه انا ابن مين؟ انا ابن المؤلف يعني؟ انا ابن مين؟ انا ابن مين دلوة عشان اكمل على خير. انت ابن حرام يا ولد. انت مالكش اب يا ولدي. ماليش اب يعني؟ ماشي. انا ابوك يا ولدي، هو المؤلف بس سهى عليه. إيه؟ انما انا ابوك. ماشي. مفيش مشكله يعني ما تدققش قوي في الحاجات. مش هدقق يا قوم قوم يا بغسل وشك يمكن ربنا يكرمك. والله وقتها تقول لي خش استحمى وانت اغسل وشك وانا جربان يا ولدي. قوم يا ابو ولع السيجاره دي اشوف عربيه نقل ماشيه ولا اعمل قوم ولع اي حاجه يا ابو قوم. تعالى يا دلوقتي تعالى. ياه يابا ده انا فكيت تحت الكوبري هيصت الدنيا. الله يخرب بيتك ده انت فكيت الكوبري علينا كله. معلش يا الجرف عيل مجرف. ايه ده؟ مش ده الواد بطايه؟ ايوه يابا هو بطايه يابا. انت بطايه؟ ايوه يابا جا ايوه قال لك جو 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 يبقى هو جو. ايه انت بطايه؟ انت شتمت لنا. انت شتمت لنا. هات الكراكس يلا مش جابوا بيها. ولا انت بطايه ولا لا؟ يا عم بطايه مين؟ انت بطايه تعالى. اوعى يا جدع انت. انت بطايه ولد عثمان. بطايه ولد عثمان مين؟ اوعى. انت بطايه ولد عثمان. يا سيدي ايه وانا بطايه؟ عايز ايه؟ استنى نتاكد نشوف رجليه لو لازقه في بعض يبقى هي بطايه. لازقه في بعض احنا نكون غر. لازقه في بعض ازاي يعني؟ انت ولد عثمان ولا لا؟ ايوه انا بطايه بس مش ولد عثمان. امال ولد مين؟ ما طلعتش وابنه. ايه؟ ما طلعتش ابنه. يعني ايه ما طلعتش ابنه؟ انا ابن سوها المؤلف. مين سوها المؤلف ده؟ هو قال لك ده. مين اللي قال لك؟ اللي هو عثمان. عثمان مين؟ اللي كان المفروض يبقى ابويا عشان نكمل. هو ما قالش؟ ما قالش حاجة. ما قالش والله. انت بطايه ولد عثمان. ما ايوه ماشي انا بطايه. ايوه انت اخيرا لقيتك. ايوه هتعمل ايه؟ بندقه. معيش بندقه تاخد فستقه؟
كنت فك الدنيا شويه. ما تفكهاش، ما الكوبري وجع علينا لما فكتها. معلش يابا معلش، بقول لك ايه يابا؟ ايه؟ اقتل الواد بطايه جتيل. يابا جتيل ويابا جتيل، عايزك بص تفرفر وفرفر. اه طب بقول لك ايه يا صنفور انت؟ زين. هو الواد ده ابنك؟ ايوه ابني. وعايز تقتلني انا وتسيب الحيوان ده؟ عندك حق والله، الواد ده رخم، انا هقتلك انت. لا يابا لا يابا لا يابا. طب وسع اتشاهد على روحك يا بطايه. لا ما هيموتش دلوقتي كان. امال عايز تموت ساكن؟ حبك ده هتقتله هقتله. وزير الزراعه؟ قبل الطلقه دي ما تطلع من البندقيه دي، الطلقه بتاعتها هتطلع الاول. نزل البندقيه. نزلها انت. نزلها انت. نزلها انت. نزلها انت. نزلها انت. هنزل على روحي خلاص. حد ينزل. نزل انت. 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 واقفين ساكتين ليه؟ ما بنشتغلش ليه؟ انا عايز شغل، عايز شغل، انا عندي العرض بكره، لازم الاقي المسرح ده بينور، الاقي المسرح ده بيولع، ادائك مش عاجبني، ادائك فاتر، ما فيهوش المبالغه المطلوبه. ايوه مش مطلوب مننا نبالغ. مش مطلوب منك تبالغ؟ ما ينفعش. انت هتراجعني وهتراجع الكلام اللي انا بقوله عشان ابقى حقيقي. لازم كل كلمه تطلع منك تأديها بشكل حركي، ليه؟ مش بس صوت، عشان آخر واحد في آخر صف يبقى شايفك، مش بس سمعك، لا كمان شايفك، لو حتى ما سمعكش هيشوفك، لو حتى ما شافكش هيسمعك. يا أستاذ شطلوف في آخر صف إيه؟ إحنا ما بيجيناش غير صف واحد. أه بيقعد ورا؟ ما يقعد قدام؟ يا سلام، يقعد قدام في أبو 250 مستهبل؟ ما هو ابو 250 ده ما بيجيش، احنا ما عندناش غير الصف اللي ورا ابو 5. عشان كده لازم نوصل له التعبير، لازم كل كلمه. طب وكل يا استاذ، طب ما نوصله لقدام. ليه نوصل له احنا التعبير؟ المسرح مبالغه في الاداء. مين اللي قال كده؟ انا خرجت اجيال. فين دول الاجيال اللي حضرتك خرجتهم؟ خرجت اجيال. هيقول لي اسم واحد في الاجيال اللي حضرتك خرجتها. ما انا بقول لك خرجت اجيال. واحد بس. واحد اجيال. قلبي مش مطوعني. اديله ادي اخرج اخرج اهو. خرجت ولا لا؟ تعال تعال. هو ده من شغال. تعال ده اتفرج عليه. ده اللي هيعلمنا. لا اديله يا ابني اديله. ده فطاطري. ما عشان ادى من غير صوت، لكن اخر واحد في اخر صف شافه دلوقتي. بس يا دلوقتي. بس يا ابني اداك اوفر انت كمان. حاول تاديله بكلام. المشهد بتاع هاملت؟ ايوه المشهد بتاع هاملت ده عايزك. مشهد هاملت. هاملت؟ اه التاني ده بيض هاملت، ده حاجه تانية. اديله هاملت يا ابني. وريني هيعرف يقوله ده. امال ايه؟ طب وريني وريني. اكون او لا اكون ذلك هو السؤال. ام الامل للمرء ان يطوي على مقاليع الدهر اللئيم والسامي، ام يشفي السلاح في وجه بعض من الهموم وبصدها به؟ ننام نموت وما من شيء بعد، فإذا حلمنا لأمر هنالك العقبة فما قد نراه في سبات الموت من الوان يوقظنا للتروي. الله الله، شايف الناس تفعلوا ازاي؟ شايف التحية دي؟ شايف عملها ازاي؟ طبعا منها اداء ومنها تدريبات رياضيه. ايه اللي بيقوله ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ ده كلام فاضي. ده كلام فاضي اللي هو بيصدي. اه ايه ده؟ ده بيصدي. وبيصدي يا عم اوعى.
اوعى هو ده الاداء ده اكون او لا اكون يعني ايه ده استنى ايه ده ايه اكون او لا اكون دي يعني ايه اكون اكون تعاملات اسمع اكون اكون طبعا اسمع اكون اكون اه اكون يا ابني مش مبتدا مبتدا ايه هو ايه مبتدا مش اول كلمه قلناها ابتدينا بيها هي اكون ولا اكون مبتدا جه متاخر شويه يعني ايه مبتدا جه متاخر شويه اكون او لا اكون انت هتناقشني يا استاذ اداء اوفر قوي ده اداء اوفر ايوه يا استاذ لازم كل كلمه اوعى كل كلمه تكون باينه منك واضحه ومسموعه للناس والناس شايفينها ايوه بس دي مبالغه والتمثيل هو الا تمثل التا تمثيل التا التمثيل هو الا تمثل التا والعزى لا التا والعزى احنا في فجر الاسلام انت ليه اوفر يلا انا سيمبل قوي سيمبل ده سيمبل تعالى التمثيل ايوه التمثيل التمثيل ايوه نطلع لساننا في الصاد كمان تمثيل صاد ايه عشان الته بتسه ونطلع لساننا ليه في الحروف يا ابني بنغز الحروف يعني بنغز الحروف يا استاذ لازم ادائك يبقى واضح عاوز تشتغل معايا هنا في المسرح ده لازم ادائك يبقى مبالغ فيه هو انا لازم وانا بمثل بطاطي تبان للناس ما ينفعش امثل عادي ما ينفعش لانك بتشتغل في المسرح الكلام ده لو في السيما يا استاذ انا مش همثل في المسرح دول عشان حضرتك يعجبك انا مش همثل مش همثل في المسرح دول انا همشي ماشي انت حر لو عاوز تقعد وتاكل معانا عيش ها براحتك ايه ده بقى ايه دي بقى عايز تقعد دي انا قاعده بالظبط معانا في المسرح ايوه لازم اقعد معانا في المسرح في المسرح ده واعمل ايه لو عاوز تاكل عيش اقعد معانا انا هشوف اكل عيش في حته تانيه ثانيه ايه ده مش اكل عيش ده اكل رز يا استاذ والاكل عيش ازاي اكل العيش كده ايه ده ايه دي بقى ايه ملوخيه وايه ده بقى اللي بيشد ده العرق بتعمل ايه ايه بدوق بتدوق الله بالك دور يا كل عاوز تقعد معانا اهلا وسهلا مش عاوز مع السلامه الباب يفوت جمل انا مش هقعد فيها وانا هسيبها لك وماشي انا همشي همشي واسيبها لك مخدره مع السلامة مع السلامة متلعبش في الزرع تعال وانت يا هاني انا ايه هتأدي بمبالغة ولا تمشي وراه لا لحظة واحدة يا استاذ شتانوفي بكرة العرض انت هتجيب منين ناس غيرنا بكرة مش بعد بكره لا بكره الناس العمال اللي بره اللي قدام المسرح الشقيانين العرقانين التعبانين البنائين هجيبهم واخليهم يمثلوا وهفتح بكره دول مجانين وهيموتوا بعض بره يا استاذ يا حاجه ترجع لي يا هاني يا استاذ انا مش هينفع اخرج مع الراجل اللي بيقول عايزينها تبقى خضره ده هو حر وانت حر عايزه تقعدي اقعدي عايزه تمشي امشي لا انا همشي يا استاذ مع السلامه طب انت دلوقتي مشيتهم والعوض بقوه العوض بقوه ده انا ده انت الوحيد اللي براهن بيه اطلع بوه اطلع بوه انا كمان اطلع بوه ده انت اشرف عباي برقبتك ماشي وهعرض بكره
وهعمل عرض وهجيب الناس وهيشتغلوا وهعمل روميو وجولييت. نزل انت، نزل انت يا ابن اخلص بينا يوم الحد. نزل انت، نزل انت، نزل انت، نزل انت. يا الله يا رب. اقول لك ايه، دول هيقتلونا في كاس العالم 22. ايوه. فاحنا ممكن نولع سجاير ولو نلعب بريلا بريلا بريلا. لا مفيش مشاكل. لا ده الوقت على خارج والباب اهو وماشي من المسرح ماشي منكسرا. اوعى عشان انا منكسرا. وسع يا ابني. اهدي اهدي تعالى. انا امي ماتت. الله يرحمها يا اخي. انا مين عايز ابكي. يا ما تبكي يا اخي. عايز انها تبقى خاضره في الارض اللي بت... هنا يلا خد يا موني يلا. بره في ايه؟ في ايه يعني؟ بره. مش انتوا اللي هتمسكوني من ايديا اللي بتوجعني؟ ايه في ايه؟ مش مسرح شطانوفي اللي يتعمل فيه كده؟ جرايه يا استاذ شطافه نوفي. كل واحد اشترى شطافه جديده يفتكر نفسه وخلاص. لا اساتذه فاكرين ان انا هقف مش إيه؟ هكمل إيه؟ بالعكس بالعكس. مالك انا مكمل. مالك كلمني بس لو عندك حاجه. كنت مالك تو من الرجال الشقيانين التعبانين العرقانين البنائين. واضح بيه. واضح وضوح الشمس. مالك يا بيه؟ ليه يا بيه مصعبها الدنيا سهلة؟ ايه رأيكم تيجوا كلكم تشتغلوا معايا في المسرح؟ ايوة يا بيه. انا اشتغل انا وابني الوالي احسن اتنين بنشتغل. لا انا اشتغل انا وولدي بقى. ولدك مين يا حبيبي؟ ولدي اللي هناك دي. ايوة اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لو راجل ولا اسمه؟ اسمه ولدي. ولما تنتهي هتقول له تعالى. تعالى يا ولدي. يا سلام. انت مالك فيه؟ ايه انت مالك؟ بتتكلم كده ليه؟ عثمان اخرج بره اللعبه دي. اخلص يا اخلص انت. انا عموما عاوزكم كلكم معايا في المسرح. جرايه يا بيه انت في حد بيحركك من فوق ولا ايه؟ انت في ايه؟ ما تقول لنا اللي... خليك على الابيض. انت والاتنين تلاتة دول هتيجوا معايا جوه في المسرح. يا عم انت شغال في المرور في ايه؟ بيعمل ايه ده؟ ده يابا اللي بيشتغل في النشرة تحت. عارف اللي بيقعد يعمل الإشارات؟ عارف اللي بيقول هذا وقد صرح وزير الخارجية؟ أما عن الداخلية فقط. داخلية ها؟ ده احنا مش معاك. لا تعال انا مش معاه والله. تعال هنا كريم. داخلية كده هتروح هناك وهتبقى من غير الداخلية ها؟ وساعتها انا ماليش دعوة بيه. هبيع على اول مصير. انا مش معاه والله العظيم. يا اخي شاركنا الفرحة. اضحك معانا. انا الضابط محمد متولي. محمد متولي؟ عموما عاوزكم انتوا الاربعة تيجوا تشتغلوا معايا. موافقين؟ اشتغل ايه يعني يا بي؟ هتمثلوا. ايه؟ هتمثلوا. ايه يا بي؟ ايه دي هتدفع الناس يعني ولا ايه اللي هتعملها؟ ايه اللي هتمثلوا؟ ايه في حروف معينة لازم نطلع لساننا فيها. اللي هي ايه؟ هتمثلوا. احنا مثلش يا بيه. احنا نكسر نبني نعمل الحاجات دي بس. بتاخد كام في اليوم الواحد؟ بناخد 200 جنيه في اليوم. خلاص هديكم 500 جنيه. ايه اللي انت عملته ده؟ هديكم 500 جنيه. ايوه ايه دي؟ عايز افهم ايه دي هديكم يعني ايه العلامات دي؟ مش انت بتاخد 200؟ ايوه. هديكوا 500 جنيه. ايوه ايه الكنافه بقى اللي بتعملها دي؟ يعني 500 جنيه. أيوة إيه دي؟ إيه دي يا عم؟ إيه دي؟ دي عشان آخر واحد يشوف تقريبا. لأن آخر واحد قريبه نفسه يبسط أكتر واحد. أنا شايف إن الراجل ده دماغه سبقاه. يعني إيه؟ إيه اللي بيعمله ده يا عم؟ يابا والله أنا شايف إن الراجل ده
كلامه صح ومية مية. بتقول ايه يا بنت؟ بقول لي اي كلام. هعمل مسرحية روميو وجولييت. ايوه دي مسرحية اباحية يعني؟ دي اشهر قصة رومانسية في العالم كله. ها مين اللي هيعمل دور جولييت؟ اعمله انا. وما اعملوش انا ليه؟ انا اللي هعمل جولييت. وما اعملش انا ليه؟ عشان انت بتمثل كرتون مش هينفع. لما نبقى نعمل جولييت بقى في فيلم كرتون تبقى انت تعمله. بقول لك ايه يا عثمان؟ اخلع من المصلحه دي. ومش خالق. يعني ايه مش خالق؟ انا زي ما بقول لك كده. لو عايز تتعارك قول اتعارك. عموما جولييت دي واحده مش واحد. واحده هي هو احسن واحد زي ما قال يا بيه. لا انت اللي هتعملها. لا عيب ما ينفعش. انت احسن واحد. لا انت احسن واحده. ده هي جولييت كانت سمره. ايه اللي كانت سمره؟ جولييت لازم واحدة هي اللي تقوم بالدور. تبقى أمي. ليه وما تكونش أماني؟ وليه أمك أنت ومش أماني؟ عشان لما أجزة في الكلمة أمك مكعبرة. لا ده أنا أمي فورتيكا. لا فورتيكا أنت هتقول لي على أمك من عليك. لا بقول لك إيه؟ احترم نفسك يا أنت وأمك. أنت الاثنين أمكم واحدة. هما الاثنين إخوات؟ لا مش إخوات. أيوه هي أمهم واحدة هما الاثنين. أما الإخوات أم هي أمهم متجوزانة إحنا الاثنين مع بعض في نفس اللحظة. إيه ده؟ جوزاك انتوا الاثنين ازاي؟ هي ستي مش كويسه. معروفه في البلد. بتقول ايه؟ بقول اللي سمعته. ايه اللي بقول اللي سمعته؟ هتتعارك قول هتعارك. بس يا حبيبي ما ينفعش. يعني كانت متجوزاك؟ هي كانت متجوزاني يا بيه. آه. فانا طلقتها فهو اتجوزها فطلقها فانا اتجوزتها فطلقتها هو اتجوزها. حكايه حكايه كبيره ايه والله. عموما هي فين عشان اشوفها؟ يمي يماني 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 تعالي يماني. ايه 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 يا حبايبي؟ ايه يا بطاوي عامل ايه؟ ازيك يا امي؟ ايه وازاوي عامل ايه الاخبار؟ ازيك يا امي؟ ها مين حبيب ماما؟ هاني. مين رحمان؟ هاني. في ايه؟ اهدي. ايه يا حبايبي عايزين ايه؟ اها اهدي 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 اهدي. خلي بالك الراجل ده راكبه جد. في ايه؟ وبيعمل كده ليه؟ ما اعرفش ده. اطلعي قدام خطوتين. ماشي حاضر. أو جولييت. ايه انتي هتبقي ام الجلايين. ايه دي في ايه؟ اه اوكي اوكي هاخد مجهود شويه بس. تمام تمام. انتي تعرفي تعملي جولييت؟ اديني المجادير وانا اعملها لك على طول. مجادير ايه دي؟ مش اكله. جولييت دي واحده جميله فظيعه بيحبها روميو. ايه مصلحه التمثيل ب 500 جنيه. ايه وعايز نعمل لك جولييت دي فين؟ امرني. جوه في المسرح. انتوا كلكوا هتدخلوا جوه المسرح عشان اعمل لكوا بروفات 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 عشان العرض بكره. اتفضلوا. ماشي يا بيه. اتفضلوا. ايه يا عم النيله ما تلعبنا. بقول لك ايه هتقعد تروشنا؟ احنا هندخل دلوقتي المسرح اهو اهو. يا نهار اسود. شفت يا سعاده البيه عملت فيه ايه؟ طلعت الشمبانزي اللي جواه. طيب يلا اتفضلوا جوه. خش يا عم. يلا خش يا يلا انت بتقرب. خش خش اتفضل. يلا يلا اتفضلوا. اتفضل يا بطاوي. اتفضلوا اتفضل. بقول لك هننام بقى مش عايزين حد يصحيني. انا هديك رومي وانا هديك بسبوسه. انا مش هعرف. لا لازم اكمل اكمل اكمل. لازم الناس كلها لما يجوا بكره يشوفوا المسرح. هو حضرتك بتكلم نفسك اوفر برضو يعني؟ بنات افكارك ارتفيشال. انت ايه انت ايه اللي رجعك تاني؟ انا جاي اعتذر. انا جاي اعتذر وارجع عشان ابقى موجود معاك هنا في المسرح. اعتذر 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 وابقى موجود هنا في المسرح. مسرح المسرح والفيلم والمسرح.
انت ممكن ترجع تاني بس مش في دور روميو. ليه يا استاذ؟ انا بمثل روميو من زمان. وانا انا معايا روميو جوه هايل. هايل ازاي يعني؟ ولا جولييت؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. ايوه يا استاذ، مهما كانوا جامدين فمش هلحقوا يحفظوا العرض بكره. دي حاجه ترجع لنا ما ترجعلكش انت. بكره هيبقى العرض، انت هتعمل الحارس. انا اعمل حارس ليه يا استاذ؟ هتعمل الحارس اللي بيدخل ومعاه المحربه. ايه المحربه؟ اسمها حربه. حربه؟ ايوه حربه. اسمها محربه؟ لا اسمها حربه. الحربه دي الصغيره اللي هي ام سوسته دي. ايه الصغيره ام سوسته دي؟ اللي هي الحربه دي مطوه. دي حربة، دي المحربة. هتدخل وتقول رجل بالباب يا سيدي. ايه؟ رجل بالباب يا سيدي. ماشي، هخش اقول هي تشكيلة ايه؟ رجلا بالباب يا رجلا سيدي. رجل بالباب يا سيدي. رجل بالباب يا رجلا رجلا بالباب يا بابو. ايه؟ عشان بيه بقى. رجل مالكيش دعوة، هو رجلا بالباب مالكيش دعوه. رجلا بالباب يا مين؟ يا سيده. يا سيده؟ هو سيده ازاي؟ رجلا بالباب يا سيده. يا سيده لا، هتتفهم غلط، خليها يا سيد. سيد مين؟ ما مطلوص في التشكيل سكن. ها سكن؟ ده انا بسمي مش بسكن. رجلا بالباب. رجلا بالباب يا سيد. يا حلو، هتخش بايه؟ بالمحربة. وانتي هتخش بالمخرطة. ايه؟ ليه؟ مخرطة ايه؟ ايه اللي ايام شكسبير اصلا؟ بالمخرطة عشان الاداء. ايه ايام شكسبير؟ بالمخرطة. هو شكسبير ده ما كانش بياكل ملوخية؟ والله لا. انت بتمسك المخرطة ازاي؟ كده وتجري جامد، مفيش دعوة بحاجة. روح عليها اجهزوا وحصلوني جوه. طب انا مش هقول حاجه لما امسك المخرطه. هتقولي سيدتي جولييت جميله الجميلات. دي فيرجينيا. فيرجينيا جميله الجمالات. الكلام ده في السيما، في المسرح جولييت. والله حصلوني. اتفضل يا استاذ، اتفضل اخرج. لا هو هيدخل مش هيخرج. ايه الاداء ده؟ رجلا انا اطلع على المسرح اقول رجلا بالباب يا سيده. انا احنا ايه اللي رجعنا؟ طيب ما كنا مشينا وخلاص. القبض بكره يا اختي، القبض بكره نقبض ونغور في داهيه. ما هو ممكن ما يقبضناش. لا دي الحاجه الوحيده اللي هيقبضنا بيحب يعملها. هو بيحب يقبضنا، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان يعمل كده. يا ما بقبضش في الحركه دي. ما يا سلام، ما بتقبضيش. ما انت بتحطها في كيس بلاستيك وبتقبضي. بطلي كذب، خش البروبا. خلاص هشوف الهم ده بقى. وانا مش قادر ادخل، هشم شويه هوا هنا. طب خلص وتعالى. استغفر الله العظيم يا رب. رجل يا رب يا كريم يا رب. السلام عليكم يا باشمهندس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لك ايه يا باشا؟ نعم. مسرح الشطرون في شغال النهارده؟ لا العرض بكره. العرض بكره؟ اه. ما انا مش جاي، انا كده كده هاجي احضر العرض، بس انا جاي فاهم ايه؟ جاي مسرح الشطرون، عايز استاذ الشطرون يعني في حاجه يعني. أو حاجه ايه؟ انا والله العظيم بقالي 3 سنين عمال الف. طب ما تولع. اولع ايه؟ اولع ايه؟ مش بقالك 3 سنين بتلف؟ ايه ده حضرتك قصدك مخدرات؟ لا والله انا بقالي 3 سنين بلف والله على المسارح، نفسي بس في فرصه. اترفدت من كل المسارح؟ كل المسارح. اهلا بيك، هتنجح هنا بجد. معروف اي حد بيفشل في اي بيجي هنا بينجح عادي جدا. مش اي حاجه يعني. في فرصه؟ في فرصه. بس انت اسمك ايه؟ انا اسمي محمد. بص يا محمد، روح جهز مشهد وتعالى عشان تختبر بيه هنا. انا مجهز مشهد اصلا. ده انت جاهز بقى؟ انا جاهز بكل طب حاجه. ممكن انا من المسرح ممكن اشوف المشهد؟ اه طبعا انا عارفك، حضرتك واخد دور روميو. اه طبعا ممكن حضرتك تشوف المشهد. طبعا ماشي اتفضل. طيب هو حضرتك المفروض ان انا عامل دور واحد سباك، يعني في واحده ست بتتكلمني بتقول لي تعالى صلح الجلده، فانا بروح طبعا بص اصلح بص الجلده. بص 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 يعني محمد ايوه يا باشا. محمد ما تشرحش انت، مثل انا هفهم على طول يعني. اخش يلا يلا المشهد على طول. يلا ابدا. يلا ماشي بسم الله كده وابدا محمد. يلا الحمد لله. بسم الله. ايه ده يا محمد؟ ده بخش بس في الشخصية قبل. ايه؟ بخش في الشخصية. بخش في الشخصية ازاي؟ ده اعمل كده. خش في الشخصية. ده استاذ شطنوفي هينبهر بيك. احلف انت والله. ده مش متخيل هيفرح بيك ازاي. بيحب الليلة دي؟ ده هو جمل. اصلا ايوه. لا ده قال لي اخرج والباب يفوت زيك. عمل اتاري كان بيخش الشخصيه. اصل انا ما فهمتش المدرسه بتاعتكم دي. لا ده اصل هي مناهج. لا تعالى لي بقى، ده في الحركه اللي هي دي بقى.
ايه دي؟ دي بقى لما تقفل باب اكورديون، عارف الباب؟ لا لا لا، الله يبارك لك، خش في اللي احنا بنقول. لا لا خلاص، ماشي ماشي، على طول اهو على طول. بص يا باشا، يلا خش. انا بقى فاهم انا، يلا مثل بقى. هي كلمتني، قمت انا داخل الحمام، اول لما دخلت الحمام لقيت الحوض كده اهو نازل منه ركبه، مش اللي هو متقفل لجوه. ببص ورا بتاع لقيت سلاكه وفي كوع وبتاع، والبانيو هنا اهو صغير. سلاكه ايه وكوع ايه؟ ايه يا باشا سلكة ايه وكوع ايه؟ ما انا سباك، هخش الحمام، هخش فين تاني يعني؟ يا حبيبي ماشي، انا ما تقوليش تفاصيل، ما انا هفهم انا. ايوه، هو ايه اللي سلكة ورا البتاع؟ ما هي فعلا وحجر بتاع الكعب مرمي وليفه منتنه على جنب. ايوه انا مال انا. ايوه لا، هو الكلام ده كله كان موجود والله. وزازه شامبو مرميه مفتوحه على جنب بقى 9 سنين. أيوة. الشامبو اسود جواها صح؟ وفي صابونه صغيره. ملناش دعوه والله، لازالها صابونه كبيره يا محمد. ماشي محمد، ملناش دعوه، مثل يلا على طول. ماشي. بص ما تشرحش، مثل. تخيل ما عندهمش شاور جل والله. مهم يعني اللي حصل، اللي يلا. انا اول لما مثل مثل يلا اخش على طول. طب تساعدني؟ اساعدك، انا اعمل، انا مش في ام واقفه في المشهد. انا الام. طيب خلاص، وانا هرتجل معاك، هحاول. خلاص يا باشا تمام، يلا ابدا. المهم حضرتك ايه، اول لما انا نزلت للكوع لقيت طالع منه ماسوره داخله في الام على طول، فقلت ايه ده؟ ام مين الماسوره داخله في ام مين؟ ماسوره اللي داخله في الام ازاي؟ ما حضرتك عامل الماسوره الام. انا عامل ماسوره الام. ما حضرتك اللي اخترته، وانا هو ده دور الام معاك؟ ما هو ماسوره ام. واجتهد ازاي اتسد؟ هسلكك. هتسلكني؟ ايه اللي هتسلكني يعني؟ معايا خبوره سلكك. مش يعني انا اعمل ايه دلوقتي عشان امثل؟ الف عليا شعر جتان؟ وماله، اجتهد يا عم. اجتهد ايه؟ خليك مجتهد يا ابني، مثل. ما انا بمثل والله، بس انت هتعمل ايه؟ انا هصلح الحنفيه. يخرب بيتك، حنفيه انت مش ممثل؟ ايوه ممثل يا محمد. انت سباك ولا ممثل؟ انا سباك وممثل الاثنين. سباك وممثل؟ ايوه، انا في 100 شغالين تحتيه دلوقتي والله يا اسطى. الله يبارك لك، انت ممثل. امثل بس تساعدني؟ طيب افهمك، انت ما تشرحش مثلا، انت ماسك الكنترول وبتتفرج على التلفزيون. وانت بتتفرج بتقلب. أيوة. بيبقى بيمثل على طول، تقلب على حد تلاقيه بيمثل ما بيشرحش. صح، فانا معايا الكنترول. ايوه ها، وانت بقى يلا. ايه مثل؟ ما انت قلبت. يخرب بيتك، اعمل ايه؟ طيب انا قلبت، انا قلبت عليك انت. قلبت عليا انا؟ من واحد غسل جبت واحد ارزل. تمام انت. تمام تمام. طب معلش اقلب تاني يا عم شابلن. ايه ابوس ايدك. ايه ده بتعمل ايه؟ بفك البتاع بس معصلها يا عم. فكين انا معاك نقطه زيت بس يا سيد. نقطه زيت؟ اسكت بس خلاص. ولا طيب انا عرفت علاجك. ايوه عالجني بالله عليك. انا هعالجك. انا انت عايز تمثل؟ انا هموت وامثل. بس اسكت، حتى انا بقيت اوفر وانا بعمل من كتر شطنوفي ولا دي بقى. هو بقى في دي مالكش دعوه. ليه دي مالكش دعوه؟ عشان تفتح اسرع بس والله. مالكش دعوه احيانا. ماشي خلاص. ايوه ماما، الحمام لسه بايظ عندك؟ طب انا هبعت لك واحد يصلحه. اوعي اوعي تقول له يا اسطى، قول له يا فنان عشان بيزعل. ماشي يا امي، مع السلامه. 265 شارع المعز، 265 الدور الخامس، شقه 3. 3 ماشي. امي هتفتح لك، هتلاقي المشهد مفتوح. خش بقى ابدع. اخش اعمل بقى؟ اعمل اللي انت عايزه. كل هسلكها ان شاء الله. لا دمي. ايه مش الماسوره ام؟ اي لا ما اصل انت ايه المواضيع بتختلط عليك. ما تقلقش ما تقلقش، دي انت فاهم يعني امي؟ اصل امك شعرها عامل زي شعر الكتان والله. يعني شعرها ماشي. طب خلاص مش اخرج. يلا خلاص ماشي يا ماشي. قلبي شكرا يا باشا، متشكرين. ده غبي ممكن يركب لامي نبل وانا ايش عرفني. استاذ شوكت، عايز امثل معاكم. يا اخي ارحموني بقى، هو اي حد معدي عايز يمثل معانا؟ ما انتوا واخدين ناس من على القهوه بيمثلوا. عندك حق والله العظيم. طب تمثل معانا وما تدفعش اي فلوس؟ اي مشاريب اخدها ببلاش؟ اللي جاي كمان كله خالص، بس في اختبارات. يلا انا جاهز. تمثيل صعب وتدريباته مش سهله. انا جاهز يا استاذ شوقي. جاهز؟ تعالى يلا يلا. ايه اعمل براد شاي. براد شاي مليان ميه. انت عايز ايه بالظبط؟ في ايه؟ ايه ده؟ ميه وده البسبوس. بتتكلمش براد شاي؟ الميه اللي جواه بتغلي بوك 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 بوك. الميه اللي جواه ساقعه؟ ياه، الميه اللي ساقعه مش هو سقعان. اوكي، تعرف تعمل شجره؟ فين ورق الشجره؟ ما احنا في الخريف. شجرة ايه دي؟ شجرة قرع.
طبعا. تعرف تعمل نخلة؟ اوه ده انا يعني حاسس النخلة اكتر من اي حاجة. طب يلا. ده ايه دي بقى ان شاء الله؟ نخلة ميسة. هو ايه اللي نخلة؟ مش يعمل لي شاي انت فاشل، يعمل شاي يلا. ايه ده؟ شاي. لا انت بتمثل الشاي؟ انا بمثل كل حاجة. تعرف تعمل شاي تقيل؟ لا دي حاجة تانية تقيلة، مش شاي تقيل. بطل قرف. تعرف تعمل سحلب؟ لا السحلب مكار مش كده. تعمله على طول. حلو جدا، برافو عليك. اعمل لك قرفة؟ يلا. تعرف تعمل جنزبيل؟ لا دي صعبة دي. اعمل لك ينسون. ازاي؟ لا لا ده انت عالمي. لا اهواجي عارف بتعمل ايه. ربنا يخليك. يعني نجحت كده؟ نجحت. متشكرين يا استاذ شوقي. اروح اخش جوه للاستاذ جوه. اقول له الاستاذ شطانوفي هنا؟ هنا. راح فين؟ ده مؤاخذة. معلش جديد معانا. يا رب عدي المسرحية بتاعت بكرة على خير يا رب. قولوا ها. روميو وجولييت. جولييت فاهم روميو ده كان بيلبس ايه؟ مسرحية مش عارف احفظها، صعبة قوي. روميو وجولييت دي كتبتها في ورق. روميو ما اسيعد روحي، ما اسيعد روحي، ما اسعد روحي، ما اسعد روحي. جولييت وديع عن روميو. روميو لكم احييت هذه الوردة في صدري، في صدري، في صدري وديع. جولييت وداعا روميو. روميو والآن سوف أتجه إلى الحكيم أحكي حكاياتي، أحكي أحك حكاياتي، أحك حكاياتي وأطلب العون لديه. يعني هقول من دماغ. أنا قلت الكلام ده أروح في داهي. جولييت أجوجو. جولييت أجوجو. ايوه يا سي روميو. ايوه يا واد يا ولع. يلا بيني. دي مين يا ولي انا؟ يلا انا اللي كل جروح. دي مين يا ولي؟ يلا انا الدادي. دادا مين؟ انا الدادا. الدادا دودي. جاي تهزر عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ خش ادعي لي ستك. ستي؟ ست ام امي ولا ست ام ابويا؟ بطلي سفاله شكلك قذر. عايز مين قول لي؟ ادعي لي ستك اللي انت شغاله عنديها. انا شغاله اعمال حره. اعمال حره؟ بطلع الطلعه ربنا بيكرمني بالزبائن بحملهم واجي. ده انت قذره. يلا بقى في ايه؟ ادعي لي ستك يا قذره. انت حتى بعمل لك صفينار يمكن اعجبك. إيه؟ اهي. بيريب 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 بيريب. ايه الجرف دي؟ مش عاجباك صافي نار؟ ده انت زباله. ده بعمل لك دينا الرجاصه اهي. ده ايه لستك؟ والله هجع من كتر الحاجات. حرام عليك. ده ايه لستك؟ هندهلك. مش عاجباك؟ حرام عليك. يابا يابا دلوقتي الراجل صاحب القهوه عايز حق المشاريب اللي شربناها على القهوه. ايه اللي جابك احمر دلوقتي؟ انا مش ابوك دلوقتي، انا روميو. طب يابا روميو الراجل عايز الفلوس. يلا ادي امشي من هنا. يلا الراجل عايز ليه فلوس. يا عم فلوس انده لي ستك. بقول لك ايه يا روميو، طالما انا مش عاجباك اديني للي يقدرني. لا انا ماليش في اللافاش كريم. شفتي شفتي انده لي ستك. ده انتوا على هم مالكوش في الحاجات الحلوه. يا ست تمشي. والله مالكوا في الحاجات الجميله. يا بدا بدا يا بدا بدا. ده 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 ايه؟ ده تكليله فيك وبتبو عليك. اجوجو اجوليات. ايه يا روميو؟
ايه يا بنت الحلاوه دي؟ ايه يا رومي عامل ايه؟ وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني قوي. انزلي عشان عايز اقول لك كلمتين. انزلي انزلي. ده انا ما صدقت طلعت. انزلي ايه الهم دي؟ ده انا جاي اتقدم لك. بجد يا رومي؟ ايوه. ماشي استنى انا دياله. يا رب نقعد ساعتين عشان اللحظه بقى دي. انت وصلنا محتاجه كارته. تعال. ايه يا رومي؟ جام اسكندريه. ماني قلت لك انا ما صدقت طلعت. ما صدقتنيش. وحشتيني قوي يا بيت. انت كمان وحشتني قوي. ايه؟ مش هتقدم لك بقى. لا مش مصدقاك. لا صدق. كل شباب الجاريه بيقعدوا يقولوا ان هم بيحبوك. يعني بحبك اكتر واحد. اثبت لي. اثبت لك. اتمني اي حاجه مني وانا اعملها لك. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طب انا عايزه 3 طلبات. اطلبي. اول طلب عايزه سندوتش شاورما ميكس. ماشي. وتاني طلب عايزه بنطلون استريتش. ماشي. وتالت طلب عايزه اقف على سور البلكونه ده هون وارد وانت تلقفني. ده أمنية ولا حلم دي ولا إيه؟ ولا رؤية؟ رؤية؟ لو رؤية يبقى في زلزال بكرة في القاهرة. أن أنا الجوبك دي مصيبة. يا سلام. وبنطلون استريتش هتلبسيه إزاي؟ هل ب... إيه مالكش دعوة بس إيه؟ هات وأنا ألبسه. أنت عايزة صابون سايل مع الاستريتش عشان يرشق في الجتة دي. تمام يا روميو أنا مش بحبك ويلا أمشي من هنا. لا يا بنت بقول لك جاي أتقدم لك فرصة. بجد؟ أمال إيه؟ يعني هتحجج لي طلباتي؟ اللي أنت عايزاه. طب وأنت مالكش طلبات يا روميو؟ أنا ليا طلب واحد. إيه؟ لما نتجوز. أي ما تلمسنيش. أنت في ركن وأنا في ركن لحد ما الجوازة ما تخلص. يعني ايه يا رب؟ يعني شوف انا اعيش كام سنه نعيشهم في حتتين عشان حتتين؟ بس عشان بس معلش ماشي مش مشكله المهم ان احنا نتدوى. من ده ابوكي بقى. ابوكي غربان ولا بيرجع ولا لا 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 استنى. ايه يابا؟ انت يا بنتي يا جولييت. بنتي يا جولييت. انت بتعملي ايه في الشارع يا بنت؟ انا مش قلت مفيش كوره بعد يوم الثلاث؟ كوره ايه يا عم احنا جايين نلعب خماسي. ارجع اتقدم لها. ايه؟ ايوه عريس يابا. عريس؟ ايوه. طب اكفشي فيه انا نازل لك بالصالون. نازل بالصالون؟ ايوه. وبتطلعوا الصالون للضيوف بس؟ ايوه احنا الضيوف اللي بيجوا يتقدموا لي بس هم اللي بنطلع لهم الصالون. خلاص. يا اهلا يا بيه. تعالى تعالى. يا دي النور يا دي النور. تعالى. اتفضلي. شكرا. الله يا عم الله يخليك. اهلا بيك يا حبيبي. اتفضلي يا جوليت. اتفضلي. انت ايه؟ اتفضل اقعد. اتفضل اتفضل. نتجوز وهنجيب السيرة. يا عمي. اتفضل اقعد. شكرا. انت هتقعدي فين؟ ايه يابا؟ بتعملي ايه؟ اقعد جنب روميو. لما ابوك يبقى اسمه لوسي اقعدي جنبه يا حبيبتي. بس يالا نصعيدي يا حبيبتي. خش يال كده يالا. خش تعال اقعد هنا. ماشي يا عم. تعال اقعد. تعال يا حبيبي. ماشي يا عم. اهلا بيك. ايه يابا فيه ايه يابا؟ اقعد يا بنت هنا يا بنت. ماشي يابا. اهلا بيك. بص يا عم انا جاي اتكلم. طب نمثل ازاي دلوقتي؟ الناس تشوفنا ازاي دلوقتي؟ تعالوا انتوا الناحيه دي بقى. اسهل اسهل ان دي تيجي كده والله. بعدين انت يا بنت اعدلينا. ها انت اللي في ايديك. ممكن يمين شويه. بس بس توب. يا بنتي احنا راكبين مركب في النيل. يابا مش انت اللي قلت لي اعدلينا؟ هي دي البرنسيسه اللي في النيل ومتين ونص. برنسيسه ايه يا عم؟ اقعدي عادي. ما تقعدي زي الناس بقى. اقعدي يا تاني. واحنا هنقعد احنا متكتفين كده. ايوه والله نحس ان انا مخنوق. يابا يا عم. يابا دلوقتي الناس اللي على القهوه رايحين دارين بارك اروح معاهم ولا غور؟ يعني اروح معاهم ولا دارين بارك؟ غور. ماشي يلا امشي. ما تعملوا حاجه. بس ايه ايه يابا ما تعملوا حاجه عشان انا. استنى يا عم اقعدوا هنا. انا هقعد هنا يعني. ايه اهو اهو. بس اهلا بيك يا حبيبي. ايه يا عم انت وانا طفل. ايوه غور بيتك. ايه يابا اثبتي. ماشي اهو. بس بس يا عم تقعد زي الناس يا عم. انت انا جاي اتقدم لعيل صغير. لا 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 قاعد على الطرف. ايه يا عم انت؟ ما تيجي تقعد خلينا نتكلم معاك كلمتين. يا عم انا قاعد اهو. اتنين رجاله يعني مع بعضيهم ايه؟ رجاله؟ وسعي يا بيت وسعي يا بيت. يابا ما تضايقناش يابا. انت على ابوكي؟ ايوه يا عم. ايه؟ ايه يا عم؟ احنا قاعدين في حمام بلدي يا استاذ. انت بتعمل ايه عليا؟ بتعمل ايه؟ ايه الجرف ده؟ انا قاعد بتكلم معاك في ايه؟ ها؟
انا جاي اتقدم في حمام بلدي يا عم، تقعد زي الناس يا عم. اقول لك انا اقعد انت هتعملي ايه؟ اقعد بس انت. ايه يخرب بيتك بس كده بس هتعملي انا اقعد هنا. يلا يا بتكلم انت تمام كده؟ انا زي الفل. ربنا يستر. ربنا يستر بس كده. بعدلها يابا. يا ست الناس هو بيتكلم كده. يابا يابا ان الله يخرب بيت ابوك. عايز ايه انت؟ اقعد اوزن معاها؟ اوزن مع مين؟ مع الوليه دي؟ يا عم سيب حسنته ثلاث دقايق وهترفع حصان. انا خايف عليك يا عم. ادعيني التوجل هناك انت هتتمطر فوق. ربنا يستر عليك. ايه دي؟ الكنبه فعلا ضعيفه. ربنا يستر. طب انا قاعد هنا يا عم، مش هروح دارين برضه. بقول لك احنا ماشي. ايوه يا رم يا عم انت يا اخوانا ده انت منورنا والله. وانا جاي اتقدم للغوريلا وابنها. لا لا ايه ايه ده؟ هو بيتفرج علينا؟ انت بتتفرج علينا يا ده؟ لا لا في ايه؟ لا لا في ايه؟ لا لا في ايه؟ اهو الزلزال ده. اهدى يا جليات اهدى. الهم ده اهدى معلش. اوعى يابا الفستان يابا اوعى. انا يخرب بيتك. ما تقعدي زي الناس بقى ايه؟ معلش. لو احتيلي رقبتي والله. انت منورنا والله انت منورنا. قوم يابا قوم اقعد له هنا. يا ست سيبيه قاعد زي ما العطروسه. حلو ده حلو. اوعى تاني ما دام بيضحكوا. ها طب والتأمين الصحي منها يا حاج؟ خلاص انزل بقى. ايه يا ابني يابا الفستان يابا بيتك فستان. انت يا عم جدع. انت قاعد على حجري يا عم. انت منورنا والله يا عم. ايه انت قاعد على حجري؟ اوعى يابا يا بنت. اهدي 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 يا ابني. هتموت نفسك يا ابني. انت منورنا والله. هتموت نفسك يا ابني. انت منورنا. احنا عايزين نريحوك. اعدي لك الكنبه بعد اذنك عشان انا مروق. يا دي اعدي لك بس خطوه اهو اهو. ورا شويه مش هنقدر انا وانت. انت في ايه يابا؟ وقع. لا لا انت منورنا يا عم. اقعد بقى يا عم. والله انت منورنا بلا زفت على دماغك. والله انت منورنا. حسبي نفسي يا عم. استنى استنى رجلي غلط يا ابني. كتفي وحشتيني قوي. كنا عدو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عديت على والله انت منورنا. والله يوم اديك بالجزمه على دماغك. انا يا ابني تعبت يا ابني من الفراده. يا ابني انا راجل كبير. كبير ايه؟ معلش ما تقعدليش القعده دي والله العظيم. انا تعبان يا عم. اقعد فين والله؟ والله عيان. والله عايز اتحدث معاك مش عارف اعمل ايه. انت منورنا ارجع بس. طب ما تشتروا ثلاث كراسي خشب وبيعوا الكنبه بنت الجزمه دي ما دام عيله يعني كتيرة على الكنبة. تلات كراسي خشب مش هيكلفوكوا 100 جنيه. معلش والكنبة السحرية دي بيعوها يكسبوا منها. والله الأسعار نار في أيكيا. هنعمل أيكيا. إيه؟ معلش مع إني بنحب الدفي. لا بقول لك إيه أنا. إيه ده هتتعارك ولا إيه؟ يا عم هتعارك إيه؟ ولا إيه؟ أنت فيك ألم. عايز إيه؟ بقلع الجاكيت. عادي يعني حران؟ عشان أنا تعبت. ماشي يعني. من الفرهدة. اقعد يا عدل يخرب بيت الفستان. أبوك هيموت. أنت تعبت الفستان. إيه العيلة دي؟ كل حد يعيش. ايه العيلة دي؟ ايه العيلة؟ عيلة الأمراء دي. تعال أمراء. أنت مخلف مصنع زبدومة لازم يحصل كل ده. مش دي بتاعت الزبدوة الخوخ؟ خلاص يا عم خلاص يا عم. مش جاي تترج علينا في الشارع بتاعنا. الشارع بتاعك يابا. أنت ابني يابا قاعد على حجري ليه؟ أنت يا ست ما تضايقنيش. طب ارجعي لورا. طيب والله لا ريحك. ارجعي لورا. استني بس قبل ما ترجع خدوني معاكوا عشان حاضر يا حبيبي عشان ما أعرفش عشان لو هنسافر ولا حاجة. اقعد اقعد ابقى جيت معاكم. اقعد اهو اقعد. لا 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 يا نهار اسود.
يا نهار اسود. ايه ممكن تهدي بقى؟ خلينا نقول كلمتين. يلا اهدي بقى. خلاص انا نسيت انا جاي عشان ايه. خلاص يا والله انت منورنا. ايوه اقعد يابا. يا عم ما لقيت شغل يا عم. ايه انت مسجون؟ فستان وانا جاي ازورك في سجن العقرب. خلاص يا عم اهو نتحدث بقى حديث الرجال. يلا ما هو ده اللي احنا عايزينه. ماشي ما تقعديش انت تفرهدينا واسكت. خلاص يا عم انا عايز اعرف طلبات كويس عشان نتجوز اللي وراك دي. ادي ما تكون احنا ناس مسؤوليات يابا. كلمة نفسك. في حد يضرب ابوه كده بالجفا؟ يا عم احنا عيلة قلت ثلاثة بس. اديتك بالجفا يا اخي. معلش انا راجل جفا مالكش دعوة. هو اقتنع بكلامك ازاي وبنتك بتديك بالجفا؟ لا علاقتي ببنتي غير علاقتي بيك يا حبيبي. اسمع طلباتنا. ايوه. اول طلب يا حمادة عايزين تلفزيون 106. وطي صوتك شوية. ما انا قاعد في خلقتك في وشك بتعلي صوتك ساورتني. اهدى يا باشا. انا بقول لك بس انا بقول لك طلباتنا اول طلب عايزين تلفزيون 136 متر. نعم تلفزيون ايه؟ 136 متر. ده اذا كان الشقه 136 متر هتبقى شقه تلفزيون عباره عن تلفزيون. نزلك نعمل حمام في القناة التانية مثلا ولا ايه؟ ادي ما تقول كلامي. انت بتتريق على ايه؟ انا مش بتريق. انت بتتريق على كلامي؟ انا عايز حاجات اجيبها. انت بتتريق على كلامي؟ مش بتريق. اديني بالقلم اديني بالقلم اديني بالقلم اديني بالقلم اديني ايه بالرسية يا قلم؟ اديني بالرسية. فيش احترام للكبار؟ اه ايه ارجع كمل كلامك. ايه العلاقة الزفت دي؟ انت بتعمل معاك دي ما اول ده اول طلب. موافق ولا نمشي؟ موافق عشان خاطر الحب. ايه الحب يا جلي؟ انت بتعمل ايه؟ بترفعي الفستان بتعمل ايه؟ يا عماله ترفعي فيها قاعد عليه يا عم. قاعد هو ده باراشوت ولا ده؟ هي قاعد بتاكل منه لما بيجوع بتاكل منه. ايه يابا معلش معلش يابا ما تضايقناش. خلاص انا اسف. خلاص انا موافق ان انا اجيب لك التلفزيون العبيط ده عشان خاطر الحب. ايه في ايه؟ كمل كلام. تاني طلب تاني طلب يا حبيبي. يابا يابا يا ابني اللي انت لابس ايه انت قطز؟ ما انا قلت اعمل معاكم في المسرحيه. بص يابا دلوقت حصه الغدا وجبت. ليه الحصه كام؟ احنا في الحصه كام دلوقتي؟ لا يابا حصه الغدا وجبت. يا ابني احنا فسحه دلوقتي. لا انا هطلب همبونجر. اجيب لك معايا؟ هتطلب همبونجر؟ ايه ادي سوسيس معاك. اجيب لك انت سوسيس وانا همبونجر ماشي؟ انت بتشقلبه ليه؟ انت عايز حاجة؟ مش عايز عايز حاجة؟ يا عم امشي بقى يا عم هين على ابو شكلك انت. في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت منورنا والله. انا تعبت. انت فرهدتني والله يا عم يا خلاص يابا معلش شكرا. الله يسامحك. ابعد يابا خلاص. ماشي. عيب على ربك. ايوه. ايوه. انت منورنا والله تضحك ليه؟ ممكن تهدى؟ انا هادي والله. والله تعبتني. انا هادي والله. انا مش قاعد مع تيمون وبومبا. بعد اذنك يا عم يخلص فاضل طلبين خلينا نروح. يا عم اطلب التاني طلب تسمعه ماشي. عايزين ثلاجه تكون 200 قدم. ايوه وانا ديناصور ثلاجه 200 قدم. ما تطلب يا عم حاجات ايه دي طلباتنا؟ ماشي عشان الحب. ايه عشان الحب يا روميو؟ حبيبي ايدي هتخلعي دراعك. بقول لك الحب يا روميو. خلاص اهدي اهدي. تالت حاجة يا ابن الحلال تالت حاجة. والله الكنبة دي انا مش قلقان يا عم. خلينا نقول اخر. بص قاعدة فين؟ قاعدة على التاتش. ما عطتش معلش. اخر طلب انت شكتك في ايه؟ عايزينها تبقى خاضرة الارض اللي في الصحراء. احنا قاعدين في الشارع في ايه؟ انت يا عم انت ماشي. اخر طلب شكتك فين؟ مش قادرة. مش قادرة ايه؟ مش روح اقعد على الدكة. اتم يابا اقعد يابا وكمل. بص يا ابن الحلال بص يا حبيبي. اخر طلب. ده مجنون يا عم. يا عم انا مجنون. يا عم انت مجنون. خلينا نخلص اخر طلب بصحتنا. ماشي اخر طلب يا حبيبي. قول يا عم اخر طلب. عندك شقه فين؟ في اكتوبر. في اكتوبر؟ برافو عليك حلو قوي. عايزك تجيب لها شقه في التجمع وتفتحهم على بعض بحيث يبقى المحور معانا الدائري شغال ضيوف نستقبلهم في هايبر كده. ده عنده محاماه الكلام اللي انت بتقوله. ايه افتح ايه الاكتوبر افتحها على التجمع؟ ايه مشكله يا حبيبي؟ تعبيط يا عم. هي دي بنتي يا حبيبي اذا كان عاجبك. ايوه والنبي ما تتدلع. لا اتدلع مش عاجبك روح شوف بنت شكسبير.
طب اديني دقيقه. دقيقه؟ هيفكر يا بنت. ايوه وافق يا عم. اقعدي هنا تعالي. بس استنى تعالي. بقول لك ايه، ارفع يدك. ايه ده؟ ارفع يدك. ارفع يدك. ايه استنى؟ ارفع يدك. ما تحلش دعوية. استنى هنعمل ايه؟ وقف انت هنا. انت تعمل ايه؟ حسبي حسبي يخرب بيتك. كده صح؟ صح. ارمي الهلب بقى واثبات. بس بس كده. بس كده. في ايه يا ابني؟ ماشي. في ايه؟ يا بنت اقعدي. والله لو رحت هتلاقي كمية زوازوخ خوخ بالهبل تحتيك. انت موافق ولا لا؟ موافق. امال ايه المسدس ده؟ بس انت بس مش موافق ان انت تبقى في الدنيا. ليه؟ وانا اتجوزك. ليه؟ عشان انت صداع. ايه ده؟ موت يا اخي. ايه ده؟ انت بتموت في الحته اللي تريحك؟ يابا ايه يا رمي وفيه ايه ليه قتلت بابا؟ ما انت عارف الحب يعمل حب ايه؟ حب الفرس في راسي. موتوا. شفتوا الدنيا هاديه ازاي من غيرهم؟ كانوا مصدعيننا اولاد الهرمه دول والله العظيم. الله صدعونا. بخس عليك. الله يسامحك احنا ميتين. انت بتعمل خير وانت ميت يعني؟ كتكونيلة فيكم وفي صداعكم. كنبة العجيبة. الدنيا فديت علي انا وانت. انا وانت ولا حد تالتني. انا وانت انا وانت. يلا موت يا سفنة. حتى انت كمان عندك التهابات؟ استنى عشان رشقت بجد والله. ليكي ظبطه انت ولا كده مظبوطه؟ طب خلاص. طب يلا هنموت من الحر هنا. كتكونيله يابا يابا. دلوك الناس اللي بره دول ادوني المسدس ده شكله لعبه. ايه ده؟ مش لعبه؟ اه يا غبي. الله اموت من الولعة هنا بعيد عني. ايوه يا ابني. ايوه ايوه ايوه. الله يسترك يا ابني. الله يسترك يا ابني والنبي انت وامك. طب انا طب انا ممكن احسن في حاجه؟ لا 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 لسه من الجديد لسه من الجديد. أنا غلط أنا غلط إن أنا اعتمدت على ناس ما هماش ثقة ما هماش ممثلين. شوكت أنت كنت صح. الشباب هم اللي صح. أفكاركو أفكار جديدة من النهاردة. أنت روميو وأنت جولييت.